بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون زراعة البيوت المحمية، أهلا وسهلا بحضراتكم. والنهاردة بإذن الله تعالى بنتكلم عن مرض من أخطر الأمراض التي تصيب نبات الخيار، وهو مرض بسموه تبقع الأوراق الزاوي في الخيار. تمام، هو المرض أصلا يعني مش خاص بالخيار، ولكنه يعني الخيار بيعتبر من القرعيات، والقرعيات طبعا عارفينها اللي هي الخيار والقثاء والقرع العسلي والبطيخ والشمام أو ما يسمى بالكنتالوب، زي ما يكون يعني كل دي بتندرج تحت العائلة القرعية. ففي الحقيقة هو المرض أساسا خاص بالعائلة القرعية كلها، تمام؟ ولكن يعتبر محصول أو نبات الخيار هو أكثرهم تأثرا بمرض تبقع الأوراق الزاوي، تمام؟ دي رقم واحد. رقم اتنين، إن اللي بيعتبر المرض ده هو زي ما حضرتك شايف في الصورة، هو بيعتبر المرض ده هو يعني من الأمراض اللي هي يعني بتصير شك كتير ما بين الناس اللي هي بتشخص المرض أو المهندسين اللي بيشخصوا المرض، تمام؟ فلو حضرتك شايف مع السهم هو ما حضرتك شايف مع السهم هو دي بداية الإصابة اللي هيشوفها معظم ناس كتير هتقول ده بياض زغبي، تمام؟ ده بياض زغبي، تمام. ودي الصورة اللي جنبها بالظبط على طول، دي الصورة دي بتعتبر من بعد تقدم الإصابة بشوية، تمام. يبقى اللي يشوفه هيقول بياض زغبي. طب هو ايه الفرق بينه وبين البياض الزغبي؟ لا، الفرق بينه وبين البياض الزغبي ان المرض ده هو اللي هو تبقع الأوراق الزاوي من الأمراض البكتيرية. من الأمراض الايه؟ من الأمراض البكتيرية. طيب أمال البياض الزغبي؟ لا، البياض الزغبي من الأمراض الفطرية. من الأمراض الفطرية، تمام؟ معروف دايما إن الرطوبة العالية هي اللي بتسبب لي مشاكل في الأمراض، سواء كانت الفطرية أو الأمراض اللي هي البكتيرية، تمام؟ طيب إيه اللي بحددهم من بعض؟ لو حددتهم من بعض، السطح السفلي للورقة، شايف السهم ده؟ السطح السفلي للورقة بتلاقي عليه اللي هي البقع اللي عاملة زوايا دهيا، ومع تقدم الإصابة بتبص تلاقي في نقط مية بتنزل أو تشبه بالمية. الصورة رقم ثلاثة هي دي مع اشتداد الإصابة خالص، وده بيكون المرض خلص على العرش أو النمو الخضري وابتدى يشتغل على الثمار نفسها، تمام؟ دي برضو صورة للمرض ده هو اللي هو تبقع الأوراق الزاوي في الخيار، تمام؟ طيب المرض ده يا جماعة زي ما قلنا إن هو مرض بكتيري، والبكتيريا والفطر سهل جدا إن هما بيتنقلوا عن طريق أي شيء. يعني العامل مثلا لو حضرتك ابتدى العامل يقلم في الخيار، يعمل عملية التقليم بتاعة الخيار، تمام، وبيستخدم مقص، فبياخد من هنا لهنا، بيشيل من العصارة من النبات المصاب للنبات الغير مصاب. لو الرطوبة نفسها زادت في البيت المحمي، مش بس هتزود لي نشاط الفطريات أو نشاط البكتيريا، لا، ده كمان هتنقل وهتساعد في نقل المرض ده هو، تمام؟ دي رقم اتنين. رقم تلاتة، يعني المرض ده هو يعني اكتر حاجة بتسببه في الحقول المكشوفة اللي هي الرمال المحملة، الرياح المحملة بالرمال والأتربة. الرياح المحملة بالرمال والأتربة، يعني احنا لما بيكون عندنا، طول بالك معايا وافهم الليله جايه ازاي. لما احنا بيكون عندنا يا جماعه بطاطس مثلا، تمام، وزرعين في بيفوتات مثلا في وادي النطرون، ولا زرعين في مكان مفتوح كده، تمام، او في الواحات او كده، وبنبقى زرعين بطاطس، بنبقى في الاول خايفين خوف جامد جدا على البطاطس من الرياح المحمله
بالرمال والأتربة. ليه؟ الرياح المحملة بالرياح والأتربة دي بتعمل لي خدوش في الأوراق أو جروح صغيرة كده، ممكن أنت بعينك ما تشوفهاش ولكن هي موجودة، تمام؟ الخدوش دي بتسهل عملية اختراق الفطر للأوراق، تمام؟ كذلك المرض ده هو يا جماعة، لو أنت زارع خيار بره وقامت رياح والجو كان رطب، تمام؟ فسهل جدا ان المرض ده هو يبدأ يجي لك، تمام؟ دي مشكلتنا في المرض تبقع الاوراق الزاوي، وزي ما قلت لك هو مرض بكتيري وبيبقى فيه اختلاف ما بينه وبين البياض الزغبي، ده بكتيري والبياض الزغبي بيعتبر مرض فطري، تمام؟ الراجل ده هم تقريبا، الصورة دي انا جايبها من على الانترنت ولكنها تقريبا من جامعة كاليفورنيا، انا شفتها كتير على الموقع بتاعهم. الرقم ايه اهي، رقم ايه، تمام؟ دي بداية الإصابة، الصورة رقم ايه، ده على الأوراق طبعا، على الأوراق، تمام؟ السطح العلوي للورقة. تعال على الصورة رقم بي، واللي هي دي مع تقدم الإصابة شوية ابتدت يبقى فيه ثقوب في الأوراق اهو، تبتدي يبقى فيه ثقوب في الأوراق اهو، وبدل ما كان لسه البكتيريا شغالة وكده ابتدت دلوقتي، يعني يبدو ان الراجل رش حاجة ولا بتاع، ابتدت يعني الجفاف، بس بعد ايه، بعد ما عملت الثقوب دهيت في الورق. خطورة المرض ده ايه، ان هو زي ما حضرتك شايف كده ان هو بيدمر الورقة. طب طالما دمر الورقة يبقى النبات ليه لازمة؟ ملوش لازمة، لان الورقة زي ما قلنا قبل كده 100 مرة ان الاوراق ديت بتعتبر هي المصنع بتاع الغذاء، المصنع الغذاء بتاع النبات، هي اللي بتجهز، اللي هي اللي بتقوم بالعمليات الحيوية من عملية بناء الضوئي وخلافه، تمام؟ وبتبدأ تدي النبات الطاقة وبتعتبر مصنع الغذاء للنبات، مصدر الطاقة دي هي الأوراق دي. طالما الورقة حصل فيها المنظر دهوت يبقى النبات يعني كل سنة وأنت طيب بيه، تمام؟ الصورة رقم سي، الصورة رقم سي هتلاقي أهون ماشي، بس في حاجة يا جماعة تلاحظها بقى، إيه هي؟ إنه لا يمكن يتعدى العروق الورقية، العروق اللي في الورقة، العروق الوسطية اللي في الأوراق ديت ما يتعدهاش، أهو ما بروح لهاش، هو لحدها كده وبيحول على مكان تاني. الصورة رقم سي دي السطح السفلي للورقة، بيعتبر السطح السفلي للورقة. طيب الدنيا بقى يعني ما بقتش مظبوطة خالص، وخلص على الـ الأوراق، فدخلي بقت الثمار بالمنظر اللي حضرتك شايفه ده هوت. إذن فالعلامات دي كلها بتدل على شيء واحد، إن في عندك مشكلة في مرض تبقع الأوراق الزاوي، وهو دايما بينشط يا جماعة في درجة حرارة يعني قول من 20 ل 27، أو من 3 يعني ما من 20 ل 27، ده بينشط فيها أفضل درجة حرارة يعني، وطبعا لازم تكون فيه رطوبة، تمام؟ زي ما قلنا نبذة مختصرة هوت، إن هو بيصيب الخيار، وزي ما شفنا يعني على ماله لازم الكتابة، المهم إنك أنت شفته بعينيك واللي تقدر تميز القصة دي، يعني ممكن تميزه أو تقدر تميزه عن البياض الزغبي اللي انا شرحه قبل كده ونشرحه تاني خالص، ما فيش اي مشكلة خالص. زي ما قلنا هو برضو بيصيب كل القرعيات، ولكن طبعا الخيار بيبقى على رأس القائمة يعني. اللي بينقل المرض ده ايه يا جماعة الاسباب بتاعته؟ اول حاجة البذور المصابة او بقايا النباتات، انك تجيب بذور اساسا تكون مصابه اصلا بالمرض ده وحامله للبكتيريا المسببه للمرض ده هو، تمام؟ او من بقايا المحاصيل، يعني ان انت كان عندك خيار قبل كده قمت شايل الخيار، تمام، الاوراق بتاعته وقع في الارض، شلت انت السيقان واللي قدرت تشيله تطلعه من البيت تطلعه، واللي ما قدرتش سبته، فطبعا ابتدى يعمل لك مشاكل البقايا بتاعت الامراض النباتيه لانها حامله للبكتيريا، فابتدت تشتغل على ابتدت تشتغل على المحصول الجديد اللي انت حطه،
وطبعا هو بقول لك كمان المية والحشرات ومعدات المزارع والعمال، كل الكلام ده هو بيساعد في انتشار الأمراض، بس احنا ما نقدرش نعمل حاجة غير ان احنا نجيب البذور من مكان كويس. اما هتقول لي بقى اصل النباتات المصابة والكلام ده كلته ما نقدرش، يعني في حاجات احنا ما نقدرش، والحشرات احنا كافح حشرات، بس معدات والعمال لازم العمال هتنزل ولازم هتنقل بالملابس بتاعها من وبالايادي بتاعتها وتجمع في الخيار وخلافه، هتنقل من مرض لمرض. المهم في القصة ده هي طبعا دي مظهر الإصابة في ورقة سفلية هي، وزي ما انت شايفه بداية الإصابة زي ما قلنا برضو، بداية الإصابة هي في على الناحية اليمين اهي، تمام بداية الإصابة، وطبعا دي الورقة التانية التقدم في الإصابة، إصابة متقدمة. تمام. المكافحة بقى بتاعة المرض ده هو ان حضرتك انك تجيب بذرة كويس رقم واحد، ومش تجيب بذرة كويسة وبس، لا ده انت كمان تعامل البذرة ديت بمطهر فطري رغم ان هم ما عاملينها كويس، انك انت تهتم بانك انت تلم بقايا المحصول قدر الامكان، لان الحاجات دي انا شغال فيها وفي قلبها وعارف ان هي صعبة. وبعد كده بتستخدم المركبات النحاسية دي الوحيدة اللي يعني بتوقف قصة، هي مش بتوقف يا جماعة، انت المفروض تبدأ من قبل اساسا الموضوع الاصابة ديت ما تبدأ، المفروض ترش نحاس، تمام المفروض ترش نحاس، ان النحاس بيظبط عمل البكتيريا ده هي وبيوقفها ما بيخليهاش تشتغل، لان لو اشتغلت اصبح الامور عندك فيها شوية مشاكل، هتضطر تحقن نحاس معدني زي كلور النحاس او هيدروكسيد النحاس او حتى كبريتات النحاس يعني، تمام وهتبدا ترش نحاس عضوي بحيث ان هو ما يعمل لكش سميه على النبات او ياثر لك على الازهار. لحد كده وبشكر حضراتكم وبتمنى لكم يا رب كل توفيق، وما يجيلكمش يا رب تبقع الأوراق الزاوي. شكرا لحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.